ماذا وذهب فيها إلى رجل يعالج. المرض معها مرض في قلبها يعني كغيظة أو نحوه. وأخيرا هذا المعالج وضع بيضة على قلبه من الظاهر ثم وضعها في الموضع هذا المرض زي الدخان. وأخيرا أعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب فيه أشياء لا تعرف وقال تعلقوا. هذا مخرف يجب أن يمنع والمعاقب. هذا مخرف لا يجوز الوصول إليه ولا يجوز سؤال. هذا من العرافين والكهنة وأشباههم لا يسأل ولا يعمل بقوله بل يجب أن يعاقب إذا عرف على ولاة الأمور يعاقبوا إذا عرفوه ويمنعوه من هذا العمل السيء. إنما يطلب الدواء من العارف بالدواء المأمونين العارف بالدواء المعروف والمأمونين لا يخرفون ولا يعطون تمائم وتعالية تعلق على الإنسان ولا يعملون الخرافات الا اساس لها. الكتاب الذي كتب لا يزال يقطع كل ما اقدر اترك هذا الكتاب ولو هذا من الشيطان تعلم هذا يضرها ولا ينفعها وهذا من الشيطان ثم يزال وخبر هذا هو الذي ينفعها ان يزال عنها فان بقائه طاعه للشيطان وازاله طاعه للرحمن. تعلم ان هذا ينفعها زمان ويضرها بقاؤه ولكن الشيطان يزيل للناس الباطل